بس عندك مش مظبوط. الجولة الثالثة بدأتها وأنا تعبانة شوية، برغم كده لقيت الجمهور دايماً بيدعمني بكل الطرق. يا عمري أنت يا عمري. عشان كده البرايم العاشر غنت لهم أغنية هم اختاروها. ودي كانت أبسط حاجة أقدر إن أنا أعملها عشان أرد لهم شوية من اللي بيعملوه. الحفل المباشر 11 ماما كانت موجودة معايا فيه. ربنا يخليكي ليهم ولينا. قبل ما أطلع أغني نسيت كلام الأغنية كله، بس أنا حاسس إن دي مش أول مرة. مين من المشتركين اللي بجانبك بيفوز اليوم بالمبالغ؟ دي الزينة. ألف ألف مبروك لك يا زينة. شايف ان استاذ حمدي حاطط ثقه كبيره جدا فيا، حاجه محفزه جدا جدا بالنسبه لي. للاسف في الجوله دي ما قدرتش ان انا اعمل اغنيه خاصه، بس اشتغل على نفسي اكتر. في حاجات في الغنى محتاجه ان انا احسن من نفسي فيها لحد ما يجي وقت اغنيتي ان شاء الله. كل ده يكون تعدل وبقى كويس جدا.